يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. مثل ما عودناكم كل احد رح يكون معنا قضيه شبابيه جديده. عنوان قضيتنا لليوم هو الهوس بالحصول على جسم مثالي. ضمن خاصيه الستوريز حطيت سؤال الاسبوع الماضي بيقول شو رايكم بهوس الشباب ببناء العضلات؟ الامانه اول الردود كانت عم تهاجمني من الشباب ومن البنات انه ليش مسميتي هوس؟ احدى الصبايا كتبت لي ليش بتعتبروه هوس مش ترتيب للجسم؟ يعني انا بحب العب حديد ورياضه بكل انواعها لحافظ على رشاقتي وصحتي، وكل ما شفتي جسمك عم يتغير بتصيري عم تواظبي اكثر وتظبطي اكلك ونومك وطريقه حياتك بشكل عام، يعني فيكي تعتبريه لايف ستايل. في ناس بتحب تسهر وانا بحب اطلع فضل انه العب رياضه وفضل اني نام بكير. احد الشباب قال لي مع الاسف انه الشباب عم يتجه باتجاه معاكس بمجال كمال الاجسام، صار عنده قناعه تامه انه هو لا يصبح رجل جميل وجذاب الا اذا صار مفتول العضلات ومفصل جسمه، وللاسف هذا الشيء صار جدا طبيعي لانه حتى البنت بيلفتها الرجل الرياضي، لهيك كثير شباب صاروا ياخذوا الموضوع لاسباب لا تتعلق بالصحه ولا بالرياضه. باختصار عقدة نقص بتتولد مع رؤية شلون الجنس الآخر بميل لهذا النوع. تعليق آخر وأخير، والله أنا ما بفهم بهالمواضيع بس بشوف أنه يلي عم بيكونوا مهووسين ببناء العضلات عنده مشكلة نفسية. تعليقات عدة رح أدرجها ضمن أسئلتي لليوم مع الاختصاصيين. نرى اليوم أمام أعيننا مضار عديدة وحالات وفاة بعد معاناة أصحابها بسرطان كبد وتلف بعض الأعضاء، حالات استئصال لبعض العضلات تصل لبتر الأطراف، وأيضا هناك تقديرات لأطباء ضعف الجنس والعقم بأن نحو 50% من مرتادي العيادات هم من مستخدمي الهرمونات الصناعية خصوصا حقن الهرمون الذكري. كل هذه وذاك يندرج تحت ما يسمى الاستبداد الجمالي أو العنف الجمالي الذي بات يسيطر كلياً على حياة شبابنا بالهوس للحصول على الشكل المثالي. تقرير مصور مشاهدينا يمثل الحالة ونعود للنقاش. يلجأ بعض الشباب لإرضاء ذاتهم لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة للوصول إلى معايير جمالية أصبحت واقعاً مرضياً أقرب منه إلى العلاجي أو حتى تحسين بسيط للصورة التي هم عليها. فلكل عصر مفاهيم جمالية متبدلة عن سابقه تفرض على الشباب اليوم تغيير جلده كمن يغير بنطالاً أو جاكيتاً بحسب لون وتصميم موضة هذا العام بطرق تحتاج إلى عصا سحرية للحصول على شكل مثالي بأقرب وقت. فئة من الشباب تلجأ إلى تغيير بنيتها العضلية والعمل على تكبيرها لعدة أسباب تتفاوت من شخص لآخر، لينتهي بهم المطاف إلى الهوس بالمحافظة على هذا الحجم والتخوف المفرط من فقدان عدة سنتيمترات لكونها تعتمد على اللعب الدؤوب واتباع حميات معينة، ومنهم من يختصر الطريق بتناول مكملات غذائية وحقن هرمونات وسيليكون وغيرها من المواد التي تؤدي بحسب أطباء واستشاريين لاحتمالية التعرض إلى سكتة دماغية ومشكلات في القلب وتلف الأعضاء منها الكبد والكلى فالموت. مؤخرا في اللاذقية توفي شابان شقيقان إثر تناولهما متممات غذائية مزورة للحصول على كتلة عضلية وزيادة القوة، ما أثار ضجة بين الأوساط الشبابية، حادثة لم تكن الأولى ولا الوحيدة. فعلى الرغم من ذلك سيطر الاستبداد الجمالي الذي نتلقاه اليوم من محيطنا ومن وسائل الترويج والإعلان ووسائل التواصل على معظم شبابنا، ما جعلهم اليوم ضحية هذا العنف، إضافة إلى غياب الرقابة وغض البصر غير المفهوم من قبل الحكومات في كثير من الدول عن بيع وتسويق تلك المنتجات من دون استشارة أو إشراف الأطباء. ليصبح الهوس في حصول شبابنا على المثالية وشكل خرافي أشبه بنفق طويل، وليكون حلم الخروج منه بلا أي عواقب ضربا من الخيال.
لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع بيسعدني أنه رحب بالاستوديو بعلي أبو شعر، هو مدرب كمال أجسام. يسعد صباحك. صباحك يا رب. الله يسلمك. أنا بدي أحب عليك وقلك تعطيني الأمان لأنه ما بعرف شو رح يصير ضمن الحلقة. الله يسلمك. بس ديري بالك. وأيضا رح يكون معي الاختصاصي النفسي من إسطنبول محمود شخيص. يسعد صباحك محمود، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. علي رح أبدأ معك، من إمتى بتمارس الرياضة؟ أنا صلي تقريبا 14 سنة بمجال الرياضة والفتنس وهالأمور هي. وقبل لما كنت صغير كان في هوايات رياضية أكيد. ولا لا؟ هي نفسها كانت يعني قبل ما ألعب أبلش بكمال أجسام كان عندي هواية أني أدخل فيه، يعني أحب. طيب. من صغري. نكون صريحين أكثر. علي شو بتستخدم أنت؟ هلا انا صراحه لمرحلتي او اي حدا بشكل عام بدي اقول لك بيوصل لهي المرحله بيكون اخذ كثير امور، ولكن طبعا اهم شيء هو صراحه الاكل، اهم شيء قبل ما نحكي بموضوع غزاء. مثلا شو بتاخذ؟ طبعا الغذاء اهم شيء قبل ما نحكي عن الفيتامين والسبلمنت والسترويد والامور الثانيه، الغذاء رقم واحد. يعني انا الحمد لله اكلي يعني باكل كثير، بفتح طبعا كله ضمن الحدود، يعني باخذ احتياجي من كل شيء من الاكل، بروتين كاربس الياف الى اخره. بتكون علي تحت اشراف طبيب، بتعمل تحاليل كل فتره؟ طبعا اكيد اكيد طبعا 100% بعمل شيك اب كل فتره، بفحص بتاكد بجسمي كله، مثلا اوقات من كتر ما باكل لحم وجاج بيصير في عندي بيرتفع الكرياتين بجسمي. اكيد طبعا زياده البروتين كمان نحن برياضتنا واحد اخذ، يعني ما بصير واحد لا يزيد كثير ولا ينقص كثير بالاكل بالبروتين. تماما. مشكلتنا نحن اليوم على الشباب اللي بتوصل لمرحله انه هي بدها طريق سريع صحيح لتوصل لهذا الشكل صحيح. المثالي اللي صحيح. بيشوفوه بيلجؤوا لموضوع حقن الابر او الهرمونات معينه. أيوة. هرمون صحيح هي كثير كثره الهرمون الذكري. ولكن ايضا حوربت لما كنت عم عد الفقره من الشباب حتى موجودين معنا هون انه ما بصير تحكي عن المكملات الغذائيه، ولكن انا اخذت كل الموضوع وتقريري من الاندبندنت البريطانيه اللي هي عامله تقرير مفصل بتحكي عن ضرر المكملات الغذائيه مثل ضرر حقن اي هرمونات او حتى موضوع الابر لما ما بيكون تحت اشراف طبيب معين، لانه اي زياده بموضوع المكملات الغذائيه يمكن ما يمتصه الجسم، ممكن يسبب أمراض صحيح. حكيناها إحنا ببداية فقرتنا وأيضا صحيح. بالتقرير. شو هي بدنا نعرف منك اليوم علي المكملات الغذائية اللي بياخدوها اللي بتنعطى اللي بتنباع والشركات الأساسا المرخصة اللي ممكن إنها تبيع هيك شيء، في عليها إشراف اليوم من الدول اللي بتنباع فيها هاي المكملات؟ أكيد طبعا في إشراف وفي رقابة كمان، ولكن بدنا نفصل نحن بين الفيتامين بين السبلمنت بين قوسين المكملات الغذائية بين السترويد اللي هو الهرمون والابر والحقن وهالامور، مشان ما ندخل الامور في بعضها والمشاهدين أكيد. تعرف بهذا الامر. مثلا الفيتامين اي شخص بيحتاجه سواء كان رياضي او غير رياضي، فيتامين نحتاجه كلنا، يعني حتى واحد ما عم يتمرن بيكون عنده نقص ببعض الفيتامينات. تمام. بالنسبه للسبلمنت اللي هي المكملات الغذائيه مثل البروتين، الاحماض، الكرياتين، هي الامور كلها بشكل عام صراحه اذا واحد اخذ كثير منها اكيد بيضر بيأذي، ولكن اذا واحد اخذ مثلا اجى مشترك جديد اخذ تابع مع مدرب مختص واخذ ضمن مثلا الشيء اللي بيحتاجه جسمه، يعني في شغلات صراحه اساسيه وما بتضر، وبشكل عام المكملات الغذائيه اذا واحد اوفر فيها بيضر. لا هل المدرب كافي انه يعطي اي متدرب جديد من دون اشراف طبيب او حتى ينسال؟ بتطلب من انت من المدربين عندك تحاليل؟ هلا بطلب معينة. شوفي نحكي الصراحه نحن نكون واضحين كثير مع بعض، اذا الشخص كان عنده مشاكل صحيه بقول له اول شيء راجع دكتورك، بعدها تعال عندي، ما معك مشاكل صحيه ابدا، ما معك مشاكل صحيه ابدا ناخذ هون امور، مثلا بنصحك انا شو ناخذ مكملات غذائيه، الشغلات الاساسيه طبعا لان هذا بحر، وفي نحن للاسف بين قوسين مدربين بدنا نقول عنه متسلقين جداد، كل واحد ضرب كورس عبى جسمه فتح هيك خلص صار كوتش برايفت اونلاين يعني هي كثرت كثير، هدول اللي عم بيضروا العالم صراحه للاسف، يعني واحد هي الانسان مثلا صحته هي امانه بدها تكون في مسؤوليه على الشباب. اكيد طبعا حرام عندك. أكيد أكيد طبعا حرام، يعني ما منظر حدا حرام. أنا رح أرجع لك في تفاصيل كثير بس بدي أنتقل لضيفي محمود، بدي أرجع أرحب فيك يسعد صباحك عن جديد. يعني الهوس اليوم صار ملازم حياتنا، حياة الشباب بشكل عام، ما عم نحكي بس على هوس الرياضة، يعني اليوم عم نشوف بنات كيف عم تلجأ لموضوع التجميل وأيضا موضوع الرياضة هلا بدي أحكي فيه أيضا مع علي. الشباب اليوم عم تبني عضل بطريقة جدا مخيفة، وشفنا كتير صور بالتقرير، يعني شيء غير ما نقريب أساسا لواقعنا. ليش اليوم شبابنا عم يوصل لهي المرحلة المرضية من الهوس بكل شيء بحياتنا، بألعاب الجيم، بالشراء، بالموضة أو ما شابه؟
هو اول شيء يعني صراحه موضوع التاثر او الشيء اللي عم يصير مع الشباب والوفيات اللي عم تصير بهي المرحله العمريه، ما فينا نقول انه هو لانه شيء خطير جدا بهي الفتره. حتى من كل سنه بفتره الصيف كثير من الشباب تبلش تتوجه للجيم، بلش تتوجه شوي تشد جسمها، تجد انه ممكن يكون مثلا وقت في عطله، ممكن يكون وقت في شوي حراره، ممكن يكون اللعب بالنادي بيكون متاح اكثر. فبهي الفتره للاسف من كل سنه احنا بنحصد مشاكل كثير كبيره إلى علاقه بهذا النوع من انواع الهوس. للاسف الشديد الهوس الرياضي او الهوس بشكل الجسم ما هو وليد هالسنه ولا السنه الماضيه ولا اللي قبلها، هو أكيد. وليد سنوات عشر ماضيه إلى علاقة حتى تأثير الميديا على شبابنا بهذه الفترة. وصول الشباب للميديا بشكل أسرع وانشغالهم بالميديا بشكل أكبر، هذا كله عم يغذي هذا الهوس بطريقة أو بأخرى، من خلال أول شغل الشركات الضخمة اللي عم تعمل إعلانات لموضوع المكملات أو حتى موضوع الهرمونات، المسابقات الدولية العالمية اللي مستر أولمبيا وغيرها من المسابقات الدولية بتشجع الشباب بهذا المرحلة العمرية أنه ينجزوا بالمجال الجسدي أو يكون جسمهم بشكل معين، بالإضافة لتأثير الميديا أساساً كمان على الفتيات وتوجيه أنه كل ما كان الشاب يعني صحيح اضطرابات كثيرة شفناها محمود بالفترة الأخيرة، القهم واضطراب يمكن الوزن، وأيضا عند البنات في الترويج للأدوية يمكن لتنزيل الوزن بطريقة يمكن أسرع وسببت بحالات وفاة عديدة. من فترة كمان علي ما بعرف بسوريا شابين بلادية كمان أخذوا مكملات غذائية ولكن كانت مزورة، يعني هذا الهوس بموضوع أنهم يعملوا هذا الجسم عم يخليهم يمكن ما يشوفوا هاي المضار أو حتى ما يسألوا عن هذا الموضوع. بدنا نحكي هلا على موضوع الحقن، حقن الهرمون النمو الذكري، إمتى هذا بيستخدم وليش بتلجأ الشباب اليوم لهذا الموضوع؟ يعني أنت اليوم قدامك كتير شباب عم تجي عندك على النادي، وأكيد لما بتقعد معهم وقت طويل صرت تعرف يمكن شخصيات هذول الشباب وليش بدهم هذا الطريق السريع. هلا صراحه موضوع الهرمون موضوع كتير كبير وعميق ومتشعب كتير. هلا اول شيء كمني انا ما بنصح صراحه اي شخص بده مثلا يدخل بمجال الفتنس كمال اجسام انه ياخذ هرمون، يعني في عالم عم تجيني مثلا من اول ما في اسبوع كنت بدي افتح انا كورس بين قوسين يعني هرمون، بدي افتح كورس هرمون، يعني الشغله ما لها بهالبساطه ولا بهالسهوله، انت عم تلعب بهرمون جسمك خصوصي لتوازيني مثلا ما عندك مثلا هدف انه مثلا اذا واحد عنده هدف انه لبطوله يتعمق اكثر يطور جسمه كثير يدخل لبطولات قصص اوكي تمام خذ، ولكن تحت اشراف مدرب تحت اشراف دكتور بده يكون كمان يتابع حالتك. ولكن مثلا انت مبتدئ عمرك 18 19 سنه 25 اللي هو فورا ما صار لك اسبوع تجي تدخل بمجال مثلا الهرمون والكورسات وهي الامور، لا صراحه ما بنصح فيها حرام. يعني كثير بياثر خصوصي اذا هون كمان للاسف كثير عم نعاني من موضوع انه مواد مضروبه. اذا ما يعني الحمد لله مثلا بتجيني انا كثير عم بتقول انت ثقه مثلا بدنا ناخذ من عندك امور كذا، عرفتي؟ فموضوع انه الهرمون اذا واحد ما هو مصدر ثقه ويكون خبره علي بالنوادي انتم بتتعاملوا مع شركات معينه او هي القصص ممكن انها تتاخذ من صيدليه؟ لانه ايضا خلال التحقيقات في الجزائر وبعد الدول العربيه ثانيه لما سحبوا هي المواد وعملوا لها بعض التحاليل طلع فيها مواد كيماويه، عم بحكي عن المكملات الغذائيه. وفي ايضا شيء كان عم ينحط فيه يباع بالصيدليات البيطريه هو مزبوط. خاص بالحيوانات فقط وعمل كثير ازمات وصل لسرطانات وحتى تلف بعض الاعضاء وفي شباب عم تتوفى دغري. صحيح. هاي القصص منين بتنجاب؟ الشاب اليوم لما بده يفوت على نادي بيسال عن هذا الموضوع ولا خلص انه انا واثق بالنادي او هذا كل طبعاً. الشباب عم تاخذه؟ هلا بالنسبه للمكملات الغذائيه هي كلها مسموحه وبتنباع بالصيدليات وبتنباع بالنوادي وفي اماكن خاصه لها كلها مرخصه تحت ترخيص شركات والدوله التركيه، يعني وما في اشكال ابدا. يعني لو مثلا لو في ضرر الدوله مثلا ما بتسمح بهذا الشيء ينباع بالصيدليات بمحلات خاصه. حقن الابر كيف الابر ممنوع وبتم. الابر ممنوع هاي صراحه وين ما رحتي يعني بكثير بلاد حتى عندنا بسوريا حتى هون يعني وين ما رحتي ممنوع مثل ما بيقولوا سوق سودا هو هيك بينجاب وقادر انه الشاب يضرب الابر لحاله. هلا هو قادر بس بقى صراحه بيضره، يعني هذا موضوع مو سهل ابدا، عم بيلعب بهرمون جسمه لا سمح الله ضربه صغيره ضربه غلط مثلا مواد أخذ مادة مثلا ميلة له ميلة جسمه ميلة المرحلة اللي هو فيها بيأثر هذا الشيء عليه طبعا. يا ما ناس ماتت من وراء هيك أمور
اذا اخذت غلط ومواد مثلا مضروبه كثير عم بتضرر. بدي ارجع لك محمود، في امراض عم نوصل لها اليوم، عم يوصلوا لها شبابنا، اسمها اضطراب التشوه الجسدي، شو اسباب هاي الامراض؟ صراحة اضطراب التشوه الجسدي هو ضمن الاضطرابات النفسية المهمة، واللي هي للأسف الشديد في حال الإهمال لإلها هي بتزيد ما بتوقف. وهذا الشيء مهم إنه نحن نقدر نتعامل مع الموضوع فعلا كاضطراب. ما بعرف قديش اللي بيشتغلوا بالرياضة عندهم وعي أو عندهم فهم لخطورة هذا الموضوع، لأنه هذا الاضطراب بيروح بياخذك باتجاه الاكتئاب، بياخذك باتجاه السلوك الانتحاري، بياخذك باتجاهات كثير إلها علاقة بالخطورة على حياة الشخص نفسه. طبعا للأسف الشديد قرار، يعني قرار الانتحار أو قرار الدخول بحالة الاكتئاب هو ما بيكون غالبا ظاهرة على 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 حالة الشخص اللي عم يتمرن أو عم يفوت بحالة الاضطراب. لذلك الشخص اللي مقابله بالنادي اللي هو عم يتعامل معه كمدرب أو كشخص مشرف، مجرد ما تأمل له الناحية المادية أو أنه أنا بدفع حق المكمل أو بدفع حق مثلا الهرمون إذا كان هرمون، أو أنه أنا بعطيك قد ما بدك مصاري بس أنا بدي أوصل لهي الصورة، فللأسف الشيء عم يتم التعامل معه بشكل أنه أوكي أنا رح ساعده. فاجأ المدرب بعد فترة أنه هذا الولد راح بحالة اكتئاب أو راح بحالة انتحار أو راح بحالة اضطراب معين له علاقة. حتى يعني اضطراب تشوه شكل جسد هو من اضطرابات اللي علاقة باضطرابات القلق أو ضمن من تندرج تحت ضمن اضطرابات القلق. وبالتالي هذا الشيء للأسف الشديد عم يكون كثير له تأثير على 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 الشخص، وعم يكون عم يأثر على مسيرته اليومية والحياتية وحتى على محمود قادر تعامله مع الآخر. إذا وصلتك حالة من هاي الحالات، قادر تميز اليوم بين اللي عنده الهوس المرضي أو اضطراب التشوه الجمالي وبين ما هو شخص أساسا بحاجة أنه يكون تجميل معين أو حتى يتخلص من هاي الحالة؟ في أعراض ممكن أنها تكون قاسم مشترك بيناتهم ولا لا؟ الحالتين أكيد بنقدر أنه نفصل بيناتهم. هلا اكيد الفصل بيناتهم كثير سهل وكثير بسيط. الشخص اللي عنده درجه الهوس بشكل الجسد او اضطراب شكل الجسد دائما بلح وبصر انه هو في عنده عيوب، دائما هو في عنده مشاكل بده يخفيها، دائما انه هو بده يتجاوز انه العضلات السمانة ظاهره. هذا الشيء بشكل ملح ومتكرر، وانا كثير كنا نشوفهم بالجيمات. لذلك ننبه الاهل على هذا الموضوع، انه بتلاقي الولد عم يروح على الجيم بشكل يومي او يوم ايه يعني يوم لا بشكل هوسي، ببين هذا شيء من سلوكه اليومي، انه وين رايح على الجيم، وين راجع من الجيم. حتى المدرب انه انا اليوم بدي اتمرن بدي اعمل بدي اساوي، بيتفاجئ انه بدي اخذ كميه اكبر، بعدين بزيد لحاله، بعدين بصفي ممكن لحاله بالبيت ياخذ هذا الشيء. فكل هذه التفاصيل، هذا الالحاح والاصرار، هو معناته انت بمنطقه خطيره، بمنطقه ريسك كثير مهم، لازم ينتبه انه هذا السلوك ما هو سلوك طبيعي. بالاضافه انه سلوكه اليومي داخل الجيم مهم، هو بيوقف على المرايه بشكل متكرر، ببلش يسال رفقاته، ببلش بشكل يومي يهتم اكثر، ببلش يقلب يتابع الفيديوهات، يعرف اسماء يعني الثقافه المفرطه بموضوع المكملات او الهرمونات او حتى. هذه كمان دليل ومؤشر انه هذا الشخص بلش يكون اوت اوف كنترول، خارج السيطره، ببلش يروح باتجاه اضطراب لحتى يوصل طبيعي. لموضوع. طب هذا الشيء بيكون موجود اكثر عند النساء ام الشباب؟ لانه ايضا موضوع الهوس التجميل صار عند النساء مخيف جدا. اذا بدنا نحكي الفروقات بين الجنسين، صراحه الكثير من الناس بتروح، او الخطا السائد انه النساء هي اكثر اهتماما بالجسد. لا والله بعد ما اشتغلت على هذا الموضوع حسيت لا العكس. صحيح. تماما صحيح. العكس تماما. في نسبة كبيرة. الدراسات الحديثة بتأكد أنه الطرفين عندهم هذا بنسبة متساوية إلى حد ما بين النساء والرجال بهذا الموضوع، وما في فروقات جنسية، يعني ما في فروقات من الناحية الجنسية بين الذكور والإناث بهذا الموضوع. طب من نقطتين حكيتهم جدا حلوين، موضوع أنه أنا بجي بدفع لك أكثر، بدي جسمي أنه يصير أسرع، وبدي من عندك علي حالات معينة أكيد أنت بتكون يمكن بمحل محمود اليوم بالنادي تفهم شخصية هذا الشخص لأنه عم يقعد معك سنين طبعاً. طويلة صحيح. بتحاول أنه أنت تكون دور الحكيم، أنه لا بدنا نشتغل شوي ما بدنا نعمل، وبتحس أنه في حالات عن جد مرضية أو شو عند هذا الشاب ليوصل لهذا الموضوع؟ لأنه كتير تعليقات، عفوا اسمح لي بس، قالت أنه هو عقدة نقص، أنه أنا بدي ألفت نظر يمكن البنات أكثر. صحيح. أو صحيح. يمكن شيء جنسي مختلف، بحاول أنه يعوضه يمكن بموضوع الشكل
أو ما شابه أمراض أخرى يمكن أن تكون نفسية أو حتى جسدية. صحيح. هو صراحة في كتير ناس وصلت لمرحلة الهوس، الجنون، اللاوعي، يعني مثلا خلاص بدي أدخل على الجيم فورا بدي أعمل عضلات، فورا بدي مثلا أنفخ أعبي كذا، بدي أخذ إبر. يعني هذا الشيء غلط. يعني أنا صار لي 14 سنة بمجال هاللعبة ولسه بقول أنا مثلا بدي شغل كتير شوي شوي على قلب المهلي، كله ضمن الوعي، النظام الغذائي يكون صح، بأخذ مثلا بأخذ أمور ولكن كله ضمن المعقول، ولكن أنا مرحلة متقدمة. بس بيجي كتير مثلا شباب إيه عمره 18-19، يعني من فترة سمعت قصة مثلا شاب عمره 18 سنة مدرب بيقول له مثلا أنه نفتح لك كورس، أفتح لك أمور، أزبط لك كذا. فهذا الشاب سأل أخوي، قال له سأل أخوك أنه بصير أخذ هيك أمور كذا، أنا عمري 18 سنة. سألني قلت له لا ما بصير، واحد 18 سنة حرام صغير. يعني تصوري مثلا مدرب عم بضحك على عقل ولد، يعني ولد عنده هوس صار كتير مثلا كل يوم عم بيروح على الجيم، عم يحفظ أسماء الأبطال، في أبطال أنا ما بعرفهم، هو متعمق وعم بيسأل وبيحفظ وبيبحبش عنهم. يعني بتفرق طبعا الأعمار، مو أي عمر بيقدر يبلش بموضوع المكملات. أكيد طبعا المكملات يعني خلص واحد 18-19 مثلا بيقدر يكمل، يعني يبدأ فيه ما بيأثر عادي. قلت لك أنا لو مثلا فيه مشاكل ما كانت صيدلية تبعتهم يعني ومرخصين وما عليهم مشاكل أبدا. المكملات الغذائية، البروتين، هالأمور، وطبعا كله بنقدر ناخذه نحن عن طريق الأكل. ولكن مثلا في اجسام مثلا ما بتقدر تاكل كفايته مثلا من البروتين من هالامور، فبناخذ نحن عن طريق المكمل الغذائي اللي هو بيمتص الجسم بشكل اسرع. لازم اكل 5 وجبات، لما باخذ مثلا بروتين بختصر وجبه، طبعا هو لا يغني بس انه بيساعد. طب بدنا نختصر شوي، سؤال لك وسؤال لمحمد يخطب فيه. أيضا في مشروبات ممكن أن توقف عضلة القلب أثناء التمرين، واللي هي مشروبات الطاقة اللي ممكن ياخذها الشباب، فيها نسبة كافيين عالية. نحكي عنها باختصار، هل هي مسموحة؟ أدي نسبة الشباب اللي بتاخذها، وهل صار في حالات وفاة مسموحة ولكن أو شفتها أو مسموحة ولكن ما صار مشاكل أنه مثلا وصل لمرحلة مثلا وقف قلبه أو مثلا صار معه مشاكل؟ لا، ولكن بتزيد دقات القلب بس لأن فيه نسبة كافيين عالي. فهذا الشيء بيعطيه طاقة طاقة كتير، إنرجي كتير، باور كتير، فضمن التمرين بيهدى مثلا، عرفتي؟ ولكن هو مو أنه وصلت لمرحلة مثلا أنه مشاكل صحية أو كذا، ما عن طريق باور لا ما بيأثر. وتباع لليوم؟ تباع طبعا لحد الآن موجودة كتير. ممكن مشروبات الشباب ولكن بيقدروا ياخدوها، مشان ننوه للموضوع، لأنه ممكن يكون عندهم أمراض بتتعلق او ما بيقدروا على الجهد العالي. إيه، وفي منهم ما بيلعبوا بياخذوها بس يمكن ما بيكمل التمرين، هذا ممكن انه ياثر عليه. هلا هو بشكل عام صراحه هذا الموضوع بالذات تبع الباور والانرجي انا ما بحبزه ما بفضله، لاني بيصير الجسم يتعود عليه. مثلا انا اليوم ما بقدر اتمرن اذا ما شربت منه، بصير عنده خمول بيتعود الجسم عليها. فلا، واحد بيعوضها بغير شيء، مثلا فنجان اسبريسو، تمر فيه سكر طبيعي، بيعطي طاقه بيعطي نشاط كافي، ما في داعي للباور. هذا مشروب الطاقه، انا هذا ما بحبزه. باقي الامور مثلا قلت لك بروتين، في احماض، امور كذا بيحتاج الجسم طبيعي ما في مشكله، ولكن اشراف طبيب. ومنرجع بنقول انه نحن ما لنا ضد الرياضه ولا نحصل على جسم مثالي. صحيح. ولكن الهوس بهذا الموضوع والحذر كتير يكون كله بوعي ضرور. بوعي مثلا أكيد. عارف. بدي أختم معك محمود، يعني اليوم عم نشوف أنه الشباب والبنات لما ما عم يوصلوا للشكل المثالي اللي عم بيشوفوه على السوشيال ميديا أو من المحيط والبيئة، عم بصير عندهم اكتئاب. ولكن حالات كتير كبيرة وصلت اليوم للتخلص من الحياة أو إنهاء حياتهم بعد كورونا، خصوصي لما شافوا أنه العضل نزل كم سنتي والنوادي تسكرت وما نون قادرين يكملوا. لوين ممكن يوصل فينا الموضوع بهيك أشخاص بعيدا عن الاكتئاب؟ هل ممكن أنه الشخص ينهي حياته؟ نعم، للأسف نحن نبهنا كثير على هذا الموضوع أكثر من مرة، وهلا بنرجع بنشدد عليه، خصوصا بهي الفترة الزمنية. مثل ما قلت لك، الناس تكون خاصة امتحاناتها، الناس أغلبيتها بفترة الصيف بتلجأ للجيم، بتحسوا إنه هو المكان المناسب. كثير من الفتيات بهذه الفترة الزمنية كونه ببلش درجة الحرارة ترتفع، بيعتبروا إنه روحتن على الجيم أو مارسوا للرياضة هي شيء مهم، وهن بيكونوا طول السنة أساسا ناطرين هذا الموضوع. فوقت ببلشوا إنه يعني يروحوا على الجيم وما يحسوا في استجابة للجسد، ممكن نتيجة استجابة معين، تجد اختلاط بالهرمونات معين، تجد بعد تجربة حمل معينة، فإلى آخره ممكن هذا الشيء فعلا يأثر على الناحية النفسية بشكل جدا قوي. بالإضافة أنه نحن لابد أنه ننتبه على موضوع الجيمات، أنه أحيانا بالجيم بيكون في حدا جسمه كتير رشيق عم يمارس، طبعا هذا بيكون اساسا موجود بالجيم لحتى هو يجذب انه شوفوا انا موجود هون، مثل انه يفرج العالم انه انا عم بشتغل فانا هيك. فدائما اغلب الجداد اللي بفوتوا على الجيم نظرتهم انه مين عم يتمرن،
حتى الفتيات انه مين عم تتمرن، كيف جسمه، شفتي كيف صار جسمك، شفتي كيف صار التغيرات الموجوده. اكيد صفي أكيد. تحط امال وتحط تصورات وتخيلات، وخصوصا بعض الحالات اللي هي بيكون اساسا في شيء وراثي جواتهم من مشاكل نفسيه معينه بالاسره، الى علاقه بالوساوس القهريه، الى علاقه احيانا بالاكتئاب اللي هو اساسا بيكون موجود بشكل وراثي، فبتعزز عندها هذه القصص من خلال الصور الموجوده قدامها، وبالتالي بتكون ضحيه للاسف الوقوع باضطراب نفسي سريع نتيجه عدم رؤيه لنتائج جسديه مناسبه او توقعات معينه هي حاطتها ببالها من نتيجة هذا الموضوع. شكرا لوجودك معنا محمود شخيص الاختصاصي النفسي، شكرا لكل المعلومات، وايضا شكر موصول لك علي ابو شعر المدرب الرياضي. الله يسلمك، ان شاء الله ما صار اي شيء. لا الامور كلها بخير. الامور بخير. شكرا كثير لكم مشاهدينا، اكيد بدي اشكركم. فاصل صغير وبعدها بنكمل مع نور وايهم بصباح سوريا.